يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا مع العلم أن في بلدنا لما يأتي وقت زكاة يعلنون أن قيمة الزكاة كذا وكذا نقدا وليس ما يقتات به الناس؟ هذا تغيير لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إخراج الطعام في صدقة الفطر، ولم يأمر بالنقود مع أنها كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يوم العيد بحاجة إلى الطعام، خصوصا الفقراء الذين يعيشون على الاكتساب والاحتراف. يوم العيد تعطل الأعمال، ما فيه مجال للعمل، وأيضا تغلق الدكاكين، ما فيه مجال للبيع واشتراء الطعام. فإذا أعطوا طعاما يكفيهم في هذا اليوم ويفرحون مع الناس، هذا الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالطعام، وقال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم.